الرئيس السيسي يوجه باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم ويطلع على جهود سرعة إنجاز القضايا. استعداداً لافتتاح المتحف المصري الكبير، رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تطوير الصورة البصرية للطريق الدائري. بوتين يلوح باستخدام النووي حال امداد كييف بذخائر تحتوي اليورانيوم المنضب، ويعلن نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا. 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم خلال الفترة القادمة، والتي من شأنها أن تعزز من سرعة الأداء خلال النظر في القضايا. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع وزير العدل المستشار عمر مروان لمتابعة جهود وزارة العدل في سرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم في إطار التطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل في سرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم في إطار التطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، حيث اطلع السيد الرئيس في هذا السياق على عملية تعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية ومردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها، خاصة في المحاكم الابتدائية حيث لم يعد يتبقى من الدعاوى المتداولة أمام المحاكم الابتدائية سوى 6 دعاوى أسرة قبل عام 2021 و2227 دعوى مدنية قبل عام 2020، وهو ما يمثل طفرة ملموسة مقارنة بالأوضاع التي سادت لفترات طويلة. وقد أعرب السيد الرئيس عن تقديره لجهود السادة القضاة في سرعة إنهاء قضايا المواطنين، معربا عن التطلع إلى مواصلة هذا الأداء الكفء بحيث يتم الانتهاء من كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية خلال العام القضائي الحالي، فلا يتبقى أمامها سوى الدعوى الخاصة بالعقد الثالث من الألفية الجارية، الأمر الذي من شأنه أن يحمي حقوق المواطنين ويقيم العدالة الناجزة في المجتمع. كما استعرض المستشار عمر مروان في ذات السياق جهود رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات وتطوير الجانب التقني بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام الشفهي إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم خلال الفترة القادمة، والتي من شأنها أن تعزز من سرعة الأداء خلال النظر في القضايا. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع كذلك على الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، فضلا عما تم مؤخرا من تكريم لأعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة في إطار الجهود المستمرة لدعم قدرات الكوادر البشرية وتحفيزها وتعزيز الكفاءات الفنية القضائية في سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء في مصر. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض مقترحات تطوير الصورة البصرية للطريق الدائري. وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى تكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في وقت سابق بأن تتولى جامعة القاهرة وعين شمس من خلال كليتي الهندسة بهما وضع تصور حضاري لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري، وذلك في ضوء التجهيزات لافتتاح المتحف المصري الكبير. واستعرض الاجتماع مقترحات حي الجامعتين لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري، حيث وجه رئيس الوزراء باستكمال الدراسات التفصيلية لكل منطقة، مشيرا إلى أن المقترحين من الممكن أن يتكاملا معا لإخراج صورة حضارية للطريق الدائري. في
في إطار دورها الإنساني والاجتماعي، أقامت وزارة الداخلية تحت مظلة مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية، أقامت احتفالية بعيد الأم لأمهات وأبناء المناطق الحضرية الجديدة وتوزيع هدايا عليهن، كما تم توزيع هدايا على الأمهات التي لم تتمكن من الحضور وذلك في أماكن إقامتهم. لما الدنيا تقول لي افرح 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 ومن القلب، لما بلدنا ادتنا الحب. تواصل وتفاعل دائم من وزارة الداخلية مع شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة وأسرهم، ففي إطار مشاركة الوزارة الاحتفال بعيد الأم قامت بدعوة عدد من الأمهات قاطني تلك المناطق لحضور ندوة تثقيفية حول الطرق الصحيحة في التربية ومعاملة الأطفال حتى يتسنى لهم بناء أجيال جديدة تتمتع بالثقافة والرؤية الوطنية. عايز أعرف إزاي أحمي ابني من إن هو يسمع أي كلام بره وإن هو يصدقه. بعلمه البحث، ما ياخدش الكلمة كده ويرددها وما ترددش معلومة مش متأكد من صحتها. أنتوا بتبنوا جيل جديد، جيل جديد صحيح مثقف بيفكر متربي صح، عايز يبني بلده ينتمي ليها ويقدرها ويعرف قيمة مصر. حصل تغيير بالنسبة للأولاد وبالنسبة لينا ان احنا ازاي نتعامل مع أولادنا، ودي حاجة حلوة يعني مبسوطين منها. لما الولد بيحضر نفس المبادرة ويرجع في البيت يحكيها لوالدته أو لوالده، ونفس الطريقة لما بنيجي احنا نحضرها لازم نطبقها على أولادنا في البيت. المحاضرة النهاردة بصراحة علمت لنا حاجات جميلة، يعني أعرف أربي أولادي كويس. واستمراراً لهذا التواصل وفي إطار حرص وزارة الداخلية على الاحتفال معهم بعيد الأم، فقد تم تنظيم احتفالية لهم بوادي الفروسية تحت مظلة مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية، شهدت حضوراً من عدد من الفنانين وسط فقرات غنائية وترفيهية تفاعل معها الحضور. لما تشوف أفضل الأمهات مشاركين كلهم، وشاف السعادة عليهم من جمع الحاجات دي ما كانتش بتحصل لهم خالص، كانوا عايشين في حياة تانية واتنقلوا حياة مختلفة خالص. بس احنا بنهتم بمكانهم وساكنين فين وقاعدين فين، لا احنا بنهتم بيهم وان احنا نثقفهم وننمي فكرهم. احنا بننهض بالمستوى الثقافي اللي بيجي منها جملة جيل جديد. احلى حاجه ان تيجي كلمه كل سنه طيبه يا امي من وزاره بحجم ووجود على الارض، وزاره زي وزاره الداخليه، لان هي من اقرب الشخصيات للناس في الشارع. شكرا للمجهود الرائع اللي هم بيعملوه وبيبذلوه طبعا تحت رعايه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. فيعني بجد انا النهارده مبسوطه جدا. الاحتفاليه النهارده من الخيال، انا سعيده جدا ان انا في وسط كل حبايبي اللي انا بحبهم صغيرين وكبار. كل سنه وانتوا قمر. لما تشوف افضل حرفين يحمو يبنوا اليوم الدين. احنا فرحانين النهارده ان احنا جينا حفله عيد الام وجينا لماما وادونا فرصه ان احنا نقول لماما كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه. انت طيبه يا نقول لك كل سنه وانت طيبه وربنا يخليكي لينا. طيبين ميرسي. بشكر الامهات والنهارده كان في حفله جميله وحاجه تسعد كل ام مصريه. اقول للرئيس يشكر طبعا ان هو مهتم باولياء الامور وان هو عامل لنا حفله جميله قوي زي ديت. ان طبعا الشرطه تخلي ان عيل عنده طموح ديت حاجه كبيره بالنسبه لنا جدا. الجديد وشمس جديده ورايا ترفرف وقد تم توزيع هدايا على الأمهات بمناسبة عيد الأم لتؤكد مبادرة كلنا واحد على نجاحها في بناء أجيال جديدة بالمناطق الحضارية الجديدة. وحرصت وزارة الداخلية على الاحتفاء بالأمهات التي لم تتمكن من حضور الاحتفالية عن طريق اصطحاب أبنائهن مع مساعدتهم على توفير هدايا عيد الأم لتقديمها إلى أمهاتهم تكريماً لهن ولعطائهن وتحملهن المسؤولية واعترافاً بفضلهم
في بناء هذه الأجيال. لما تشوف أبطال حزين أنا مبسوطة جدا اللي أنا قدرت أنفذ حاجة كان نفسي أعملها وأجيب لماما هدية في عيد الأم، وبجد مبسوطة جدا وبشكر الضباط اللي وقفوا معايا وهم اللي ساعدوني اللي أنا أعمل كده. بشكر وزارة الداخلية إن هي فرحتني وفرحت بنتي كويس جدا. يخليكي قلبي. أول سنة أفرح فيها دخلته عليا هو والضباط، يعني ساعدوني بصراحة. انا بصراحه ما كنتش متخيله اللي هيبقى فيهم فجاه وهم يفتكوني في عيد الام، دي حاجه كبيره قوي. الجديد وشمس جديده ورايا ترفرف جوه قلوبنا وفي دم مصر. شكرا لوزاره الداخليه ان هم جم وفرحونا صراحه وفرحوا قلبنا، وكل سنة وهم طيبين وربنا يكرمهم ووفقهم. فرحانة قوي ان انا شفت الابتسامة بتاعت امي، وربنا يخلينا سيادة الرئيس انا دايما فاكرها. سنة طيبة يا اغلى امي في الدنيا. بشكر وزارة الداخلية على دعمهم لينا وعلى وقفتهم معانا في كل حاجة، وبشكر حمزة طبعا على الهدية الجميلة وعلى ان هو بسطني وفرحني قوي النهاردة بجد. كل سنة وانتي طيبة يا احلى ام في الدنيا. مبادرة كلنا واحد جيل جديد التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية تواصل تحقيق مستهدفاتها بالاهتمام بأبناء المناطق الحضرية الجديدة لتعميق روح الولاء والانتماء لديهم والتأكيد على أهمية الانتماء لهذا الوطن مع إحياء المناسبات المختلفة كعيد الأم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. وللحديث أكثر عن الدور الإنساني لوزارة الداخلية ومردودها الاجتماعي معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. أستاذ أكرم بعد التحية وكل عام وحضرتك بخير. يعني وزارة الداخلية أصبحت الآن حاضرة بقوة في كل المناسبات الاجتماعية والإنسانية، كيف تقرأ هذا النهج الجديد للوزارة؟ الحقيقه الدور الاجتماعي لوزاره الداخليه بيتوسع بشكل جيد في العلاقه مع الجمهور بالذات، يعني مناطق الحضاره دي مش اول مره ينظموه، قبل كده نظموا يعني فعاليات الشباب والاطفال، ويعني السيدات النهارده في عيد الام فكره التواصل وتقديم الخدمات المباشره للناس والمعارض والسلع بيوسع هذا الدور وبيخلي الداخلية جزء وهي في الفعل جزء من المجتمع المصري وجزء من المجتمع بشكل عام، وبيكسر الحواجز اللي ممكن تبقى موجودة بين الداخلية وبين المواطنين. وأظن المناطق الحضرية تستحق اهتمام الداخلية واهتمام كافة الحقيقة المؤسسات في التضامن وغير استمرارا لفكرة الدعم التعليم والتثقيف والوعي في هذه المناطق بشكل، لانه الحقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لما فكر في نقل سكان العشوائيات ما فكرش فقط الدوله هنا، ما فكرش فقط في المباني او ايواء الحضريه تكون قابله للتوسع وفيها كافه العناصر المختلفه الاجتماعيه والاقتصاديه وغيره وقرب من اعمالهم بالشكل اللي يخليها مجتمعات قادره على انها تكون منتجه، وانه الاطفال يتخرجوا والرئيس قال منذ البداية انه لا يليق بنا ان يكون العشوائيات موجودة او اجيال تطلع في جو. يمكن ده يخليني اسالك يا استاذ اكرم، يعني انه اذا كان اهتمام وزارة الداخلية بينصب في المقام الاول على المناطق الاولى بالرعاية، ما تأثير ذلك في اطار النهج التكاملي لجميع مؤسسات الدولة على اولا الحالة الاجتماعية والانسانية للسكان في هذه المناطق، وايضا على التطور العمراني لهذه المناطق؟ التطور الاجتماعي مهم جدا، واظن انه الداخليه زي ما احنا اشرنا في معارض او فعاليات للشباب والاطفال يقدروا يمارسوا رياضات يتحركوا في مناطق مختلفه، فده جزء مهم قوي من نهج الدوله في تغيير المفاهيم بشكل كبير. والداخليه اعتقد مبادره كلنا واحد احد المبادرات المهمه للرئيس عبد الفتاح السيسي مع مبادرات اخرى الحقيقه دي بتصب في طريق هذه المجتمعات
بشكل يخليها قابله للنمو وقابله للتحرك بشكل يخليها فاعله في المجتمع، وانه اجيال تطلع تتعلم بشكل جيد، تتثقف بشكل جيد في مكتبات، في دور رعايه، في مدارس، في غيره مكتبات. في زي شفنا المحاضرات اللي حصلت في عيد الام، فكره التوعيه ازاي الامهات يحافظوا على الاجيال الجديده من المحاضرات، من الفكر المتطرف، ازاي يفكروا استقلاليه وقدره على التفهم، وانهم يبقوا مدركين اللي بيحصل بشكل جيد وبوعي حقيقي وببساطه تقدم لهم المعلومات، ويبقوا قادرين على فرز هذه المعلومات، لانهم هم الاجيال الجديده اللي بيقودوا وبينظموا وبيمثلوا اتجاهات مختلفه بعد ذلك في قياده البلد وفي المناصب المختلفه. فيبقوا لديهم الوعي الكافي للتعامل مع هذا الامر. فدي جزء مهم سواء الداخليه او مبادرات الرئيس، هي استمراريه هذه المناطق الحضريه بالشكل اللي يخليها قابله للتوسع وقابله انها تكون جزء فعال ومهم وملكي في المجتمع، وقادره على صيانه نفسها وحمايتها من هذه لاي افكار او غيره بالوعي وبالاجيال المختلفه، لانه توعيه هؤلاء الشباب هو اللي بيخليهم ينقلوا الوعي بعد ذلك الى مناطقهم والى زملائهم والى اجيالهم المختلفه. صحيح. اشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، كنت معنا عبر الهاتف. أبرمت روسيا اتفاقا مع بيلاروسيا يتضمن السماح بنشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي جارتها. وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إرسال مثل تلك الأسلحة النووية لن ينتهك المعاهدات الدولية، مشيرا إلى أن موسكو أرسلت بالفعل 10 مقاتلات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية إلى هناك. وأكد بوتين أن بلاده بهذه الخطوة تعيد تموضع أسلحتها النووية مثلما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا، ولوح بوتين باستخدام أسلحته النووية حال تم إرسال ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مديرها رافائيل غروسي سيزور محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا هذا الأسبوع. وأوضحت الوكالة أن زيارة غروسي التي ستكون الثانية له إلى المحطة تهدف لتقييم الوضع الأمني الخطير هناك. من جانبه أكد غروسي أن مخاطر السلام والأمن النوويين في المحطة واضحة للغاية. قال قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجيني إن الوضع الأصعب على خط التماس يتركز حول بخموت. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس أركان الجيش البريطاني سير توني راداكين. كما أشار زالوجيني إلى أن القوات الأوكرانية تمكنت من تحقيق استقرار الوضع حول بخموت. مخاوف كبيرة تحيط بالقطاع المصرفي حول العالم في ظل أزمة البنوك الأمريكية. وفي هذا الإطار سعى البنك المركزي الأوروبي لطمأنة دول أوروبا بتأكيده قوة القطاع في منطقة اليورو رغم اضطرابات سوق المال. فترة عصيبة يمر بها القطاع المصرفي الأمريكي إثر إعلان انهيار عدد من البنوك، كان أكثرها تأثيراً انهيار بنك سيليكون فالي، فضلاً عن عملية الإنقاذ الطارئة لمصرف كريديت سويس، وفي وقت يرتبط فيه القطاع المصرفي العالمي بمدى استقرار أسواق المال، برزت مخاوف من تأثر العالم المنهك اقتصادياً من جراء أزمة البنوك الأمريكية. في أوروبا الأكثر ارتباطاً بسوق المال الأمريكية، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد لقادة الاتحاد الأوروبي أن القطاع المصرفي في منطقة اليورو قوي رغم الإضرابات المستمرة في أسواق المال. لاغارد أوضحت لزعماء الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل أن القطاع متماسك ويحافظ على قوته بفضل الرقابة التنظيمية القوية، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لاستكمال الخطط لإقامة الاتحاد المصرفي، ومؤكدة في الوقت نفسه أن البنك المركزي الأوروبي لن يسعى لاستبدال استقرار الأسعار بالاستقرار المالي، مشددة على أنه لا يزال مصمما على إعادة معدل التضخم إلى 2%،
قلق المستثمرين في الأسواق دفع أسهم البنوك الأوروبية إلى التأرجح نحو الانخفاض مع هبوط سهم دويشتيه بنك بنسبة 15%. وفي هذا الإطار قال رئيس البنك المركزي الألماني إن صانع السياسة المالية والنقدية في بلاده مستعدون لأي طارئ في حال زادت الإضرابات، مشيدا في الوقت ذاته بالتقدم الحاصل على الصعيد التنظيمي منذ الأزمة المالية عام 2008. وفي موقف يلخص اطمئنان القادة الأوروبيين فيما يتعلق بالأزمة، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن الاتحاد الأوروبي ولسنوات عديدة اتخذ قرارات صائبة للغاية فيما يتعلق باستقرار البنوك، ما قد ينعكس إيجابا على أسهم القطاع المصرفي الأوروبي في البورصات العالمية في قادم الأيام. قال وزير الخارجية الصيني تشين فانغ إن موقف الصين تجاه إقامة علاقة صحية ومستقرة وبناءة مع الولايات المتحدة لم يتغير على الرغم من النهج الذي تتبعه باستخدام وسائل غير أخلاقية لاحتواء وقمع الصين على حد قوله. وقال تشين خلال لقائه ممثلين لمنظمات وشركات صديقة للولايات المتحدة في بكين، قال إن الصين تأمل في أن يعمل البلدان معا لتعزيز العلاقات الثنائية للتغلب على الصعوبات، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل توفير بيئة أعمال أفضل للشركات العالمية بما في ذلك الشركات الأمريكية. تفقدت رئيسة تايوان ساي إينغ وين تدريبات قوات جيش بلادها، وذلك قبيل جولة تزور خلالها الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى، حيث تبدأ ساي زيارتها يوم الأربعاء المقبل، فيما انتقدت بكين وواشنطن بسبب السماح لرئيسة تايوان بالزيارة. هذا ومن المتوقع أن تلتقي ساي رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي في لوس أنجلوس. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى زيادة الوعي البيئي لإنقاذ كوكب الأرض. جاء ذلك بمناسبة مبادرة ساعة الأرض، حيث أكد غوتيريش أن ملايين الأشخاص في مئات المدن حول العالم يطفئون الأنوار بهدف لفت الانتباه لخطورة التغير المناخي، مشددا على أنها دعوة للعمل وصنع السلام مع الطبيعة. هذا وتشارك مصر دول العالم في المبادرة العالمية ساعة الأرض لعام 2023، والتي تأتي هذا العام تحت شعار حان الوقت للطبيعة. وتعتمد المبادرة على قيام عدد من المواطنين والجهات والمعالم السياحية بإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية وإضاءة الشموع لمدة ساعة من الساعة 8:30 إلى الساعة 9:30 مساء، وذلك بهدف التوجيه بخطورة الاستهلاك المفرط للطاقة وتأثيراتها السلبية على كوكب الأرض وتسببها في تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري، وتشجيعهم على السلوكيات الإيجابية الرامية إلى الحفاظ على البيئة والكوكب لضمان بيئة ومستقبل مستدام. أجرى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين زيارة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إطار بروتوكول التعاون بين التنسيقية والجهاز. شهد اللقاء عرض مهام الجهاز وكيفية التعامل مع مشاكل المواطنين وأطر حلها، فضلا عن تفقد وفد التنسيقية مبنى الجهاز وقياس جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تحل اليوم ذكرى إنشاء إذاعة القرآن الكريم المصرية، فهي الإذاعة الأقدم على مستوى العالم بين إذاعات القرآن الكريم. وبدأ إرسال إذاعة القرآن الكريم في الساعة 6 من صبيحة يوم 25 من مارس لعام 1964، وظلت حتى اليوم نبراسا في قلوب مستمعيها. وعن أحوال الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء. فيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. انتهت النشرة 9، ولا يتبقى بها سوى التذكير بأبرز ما جاء بها من أخبار. الرئيس السيسي يوجه باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، ويطلع على جهود سرعة إنجاز القضايا. استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير، رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تطوير الصورة البصرية للطريق الدائري. بوتين يلوح باستخدام النووي حال إمداد كييف بذخائر تحتوي اليورانيوم المعضب، ويعلن نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا. انتهت نشرة 9، ولكن 9 مستمرة مع حضراتكم ومع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. مساء النور يا إلهام، مساء النور يا أمير، عاملين إيه؟ أخباركم إيه؟ كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا جميعا يا رب. بدأت بقى حملات الفطار، حملات السحور، إعادات متابعة المسلسلات، مش كده؟ أكيد هو طقس رمضاني، يعني مهم قوي إن إحنا بعد ما يبقى فيه لمات وجمعات عائلية على الفطار، إن إحنا نشوف المسلسلات سوا.
عادة بيكون في ميول لمسلسل معين عشان نحاول طبعًا. لأن هو تلفزيون واحد فلازم يبقى فيه أغلبية بتشوف المسلسل ده طبيعي. والأقلية طبعا تبقى قاعدة اللي هو على مضض يعني. وفي ناس بقى ليه بتشوف جزء من المسلسلات دلوقتي والباقي بعد ما رمضان يخلص على رواقة. أنا من هذا البيت. مش كده؟ صعب قوي إن أنت تتابع كل يعني هذا الكم من المسلسلات فلازم يكون في انتقاء في البداية لكم يعني واحد أو اثنين يتابعوا والباقي بقى على التوالي بقى بعد كده. لكن عادة في إجماع بيكون على حاجة أو اثنين. أوكي. أعتقد كمان المنصات اللي بتعرض المسلسلات التلفزيونية المختلفة سهلت الموضوع جدا دلوقتي، ما بقتش ملتزم بميعاد المسلسل على شاشة التلفزيون، فأصبح في يعني مرونة شوية وفلكسبيليتي إن أنت تشوف المسلسلات في أوقات مختلفة من اليوم، فممكن تتابع بسيطة. نزل واتشت، افتح اتفرج هيص على طول. الواتشت يعني السرعة فيها، نقاء الصورة، الجودة ملحوظة بشكل كبير. في تغيير فيها السنة دي جدا جدا جدا. على كل مش عايز اعطلكم عن المسلسلات يا جماعه، انا اتكل على الله اخش في البرنامج، حضراتكم تروحوا على البيت تتابعوا المسلسلات واحنا نقعد هنا ناكل عيش. بالتوفيق. اشكركم جدا، ربنا يوفقكم وكل سنه وانتم طيبين مره ثانيه، واستاذنكم نبدا فقراتنا.